اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن خالد جدالله. ازيك كابتن خالد؟ انا كابتن سام. حضرتك ازيك؟ كله الحمد تمام؟ لله كله تمام. وحشنا جدا والله. وانت سنة كمان. طيب وانت بالصحه والسلامه. طبعا انا اولا بعتذر لجمهور النادي الاهلي على فقره صنع في الاهلي. الحقيقه معلش خطا فني خطا تقني الحقيقه تقرير مكان تقرير، فانا بعتذر جدا 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 وان شاء الله نجومنا كتير، اصل احنا ومسجلين كتير ومسجلين مع اساطير كثيره جدا للنادي الاهلي، ولكن في النهايه خطا فني يعني. فان شاء الله بكره نعيد الفقره دي مره تانية. كابتن خالد الاول خليني ابارك لك على المنتخب الاولمبي الحقيقه وصعوده. حضرتك بتقولي النهارده ليه ثلاث اهداف، يعني ثلاث اهداف. الحلقه الجايه طبعا انا اسف يا كابتن معلش مره ثانيه، الحلقه الجايه لان احنا عندنا بكره مباراه الاهلي والاسماعيلي، فبكره الاستوديو التحليلي، فهنكون مع حضراتكم ان شاء الله يوم الاحد القادم في البيت الكبير نعيد حلقه او نعيد فقره صنع في الاهلي مره ثانيه. يا كابتن خالد يعني الف مبروك طبعا لمنتخبنا الاولمبي، ثلاث اهداف. الهدف الاول حضرتك كنت بتقول لي ان هو الصعود من المجموعه ثم الصعود الى الاولمبياد ثم المباراه النهائيه والفوز ان شاء الله في المباراه النهائيه باذن الله. طبعا تم تحقيق هدفين، تم تحقيق هدفين عقبال الثالث باذن الله. الف مبروك للشعب المصري ولكل جماهير الكره المصريه، نتيجه كويسه، وانا شايف ان احنا ادينا بشكل كويس لغايه دلوقتي، عندنا احسن من كده ونامل في عروض اقوى من كده واحسن من كده باذن الله، نتمناها امام لو المغرب وصل في المباراه النهائيه يعني او مالي باذن المغرب الله. اقرب، المغرب اقرب. حضرتك اتفرجت على المغرب؟ اتفرجت. عندهم فرقه كويسه، عندهم 26 لاعب محترف. اوكي. وهو ده الفرق بقى ما بين يعني لما تيجي تقارن مش بالبطوله دي او بالمستويات عموما، عموما 26 لاعب محترف في هذا تحت السن، تحت 23 سنه، تحت 23 سنه. فطبعا هو ده النجاح. يعني ده النجاح بالنسبه للمغرب، نجاح كبير جدا بغض النظر بقى يكسبوا بطوله ما يكسبوش، لا هو ده النجاح الفعلي. عندك 26 لاعب تحت 23 سنه محترفين بره، يعني معنى هذا الكلام ان المغرب بعد سنتين هيكون عندها منتخب قوي جدا يقدر يحل محل المنتخب اللي موجود دلوقتي. يعني ماشيين بخطه جيده تقصد؟ طبعا بخطه جيده. طيب. وخطه تنظيميه كويسه. على الجانب الاخر يبقى احنا نفس الكلام على المنتخب الاول، المنتخب الاولمبي انا اسف. مش قوي. بمعنى؟ بمعنى انت لعيبتك في المنتخب الاولمبي مش يعني 80% منهم مش اساسيين في الدوري. صحيح. ودي مشكلة. صحيح. يعني انت بتتكلم على المغرب 26 محترف بره في اوروبا، وانت عندك لعيبتك ما بتلعبش في الدوري المحلي. هو ده ده الجاب اللي ممكن يبقى جاب كبير ما بيننا وبين المغرب. تخيل حضرتك ان ممكن لعيب وصل اولمبياد ما يكملش يلعب كوره. بالظبط. وما يلعبش في الدوري، ما يلعبش في فرقته. الدوري على رايك. يعني شوف الفرق. المغرب بقى 26 لاعب محترف خارجي، فدي طبعا بتبقى طفره، بتدي طفره وتدي مستقبل للكره المغربيه. نتمنى ان احنا نمشي على هذا الخطى. يعني الشوط الاول يعني حضرتك كنت بتقول لي شوط جيد من منتخبنا من الناحيه الدفاعيه، رحنا جبنا الجون وقفلنا كويس. بالزبط. الشوط الثاني الموضوع اختلف تماما. الموضوع اختلف، يمكن اللعيبه حست ان امكانياتها احسن من فرقه غينيا، ونقدر ان احنا نهاجم ونقدر نجيب اهداف ثانيه. المدرب البرازيلي مدرب المنتخب الاولمبي دارس الفرق بشكل كويس جدا، حفظ لاعبتنا وحفظ امكانيات اللعيبه، عارف يوظفهم بشكل كويس. انا اتمنى، احنا وصلنا خلاص للاولمبياد، انا اتمنى ان فرقه المغرب تكسب عشان يبقى الفاينل احنا والمغرب، عشان يبقى تقييم كويس جدا بالنسبه للاعبتنا، وتجربه هيستفيدوا منها بشكل كبير جدا. ولكن يعني طبعا المغرب احنا لعبنا مالي قبل كده كسبناه 1-0، ولكن المغرب ايضا فريق قوي جدا جدا، وهو الاقرب الحقيقه جمهوره وملعبه وبتاع، فهتبقى الدنيا مختلفه تماما. هيبقى احتكاك قوي لفرقتنا واختبار. لسه المباراه كمان سنه، الاولمبياد كمان سنه لسه. ففي وقت، بس هو مهم جدا اللعيبه تلعب بقى في الدوري الممتاز. يعني انا لو من اتحاد الكوره خلال الفتره اللي جايه اعمل مسابقه، مش هعمل مسابقه، اعمل مختاره، بس ده طبعا عايز اتحاد كوره جامد قوي، مش اتحاد كوره ضعيف. المقترح يعني اللي انا هقوله، المقترح ان كل فرقه ملزمه ان في 3 لعيبه يكونوا اساسيين جوه الملعب من هذا. ما تقدرش يا كابتن. ما هو معلش انا حقنا، انا هقول للمدير الفني، انت عارف لو هو شايف ان اسلام ده، المدير الفني للمنتخب الاولمبي روجيرو ميكالي، شايف ان اسلام ده احسن لعيب في العالم. ايوه. والمدير الفني للنادي الاهلي شايف ان اسلام ده لا يصلح.
ما حضرتك عارف، حضرتك استاذنا كويس، مش هلاعبه. مش عايز العبه، هتفرض عليا ازاي؟ احنا المشكله اللي عندنا، احنا مش يعني، يمكن انا من خلال برنامجك نفسي يبقى تسليط الضوء على الحته دي، ما هو مستقبل الكره المصريه بعد هذا الجيل؟ احنا نعمل ايه؟ ولا حاجه. برافو طيب عليك. يبقى هنقفل، يبقى البرامج بقى هتقفل، يعني الدنيا هتبقى عشوائيه. اللي انا بقوله لك ده ان ثلاثه لعيبه من الجيل ده يبقوا في الملعب ورجليهم تبقى في الملعب ويلعبوا ويكتسبوا خبره، ده انت بتعمل مستقبل واستمراريه لكره القدم المصريه. ده من وجهه نظر يعني. أوكي. اصل هو دايما الافكار اللي فيها بيبقى ابداع شويه او ما يبقاش نفس الفكر بتقابل بشكل صعب. ما احنا مش هنفضل زي ما احنا عايزين ناس تفكر، ناس تبتكر، ناس صحيح. تقول حاجه جديده. لا يعني انا من يعني رايي، انا رايي لا كابتن يعني وجهه نظرك طبعا، لكن انا رايي العكس، ان احنا نعمل مسابقه ل 23 سنه. والله مش هتبقى جامده. لا تبقى، هقول لحضرتك، لان انت المنتخب منين يا كابتن اسلام؟ المنتخب مش من كل الانديه، يعني اهلي، زمالك، انت عندك اللي في الملعب اربعه خمسه زمالك، ايوه، ثلاثة من النادي الاهلي، واحد جيش، اثنين بيراميدز، بس ادي المنتخب. لا ومقاولين برضو، عمر فايد ما بيلعبش، جهاد ده اللي بتاع فاركو ما بيلعبش، هم الاساسيين هم اللي انا بقولها. فانت لو عملت مسابقه لهذا السن هيبقى صعب، لان انا من خلال قطاعات الناشئين انا حافظ السن وحافظ المسابقات. صحيح. مش هتلاقي ماتشات جامده، فمش هتفرز لعيبه. لا حتى لو قلنا ان الماتشات دي تتلعب قبل المباريات الفريق الاول مثلا، مش اصل انت عايز مستوى قوي تلعب قدامه، عشان مش هتلاقي اي مستوى، مش هتلاقي. فانت انا بقول ثلاثة لعيبه، لو لعيب في كل خط، يعني الديفنس لعب فيه واحد تحت 23 سنه، نص الملعب واحد تحت 23 سنه، فيرود واحد، انت بتعمل استمراريه لمنتخب مصر. أوكي. هي طبعا بالنسبه للانديه ممكن تبقى حاجه هتبقى صعبه، وممكن ما حدش يوافق عليها، ولكن لو هتفكر لمستقبل الكره المصريه اللي هو. أوكي. من وجهه نظري بعد هذا الجيل لا، هنشوف ايام مش حلوه، صعبه جدا. حتى هذا الجيل يا كابتن، انا لسه كنت بتكلم ان هذا الجيل يعتبر من الاجيال اللي يعني مش بنفس قوه من مش بنفس قوه الجيل السابق مثلا، طبعا، ولا الجيل اللي قبليه، ولا اللي قبله، يعني الدنيا عماله بتقل. فما بالك بعد هذا الجيل اللي هو اخره 20 26، مش هيقدر بعد كده، مش هتلاقي. فانت عايز حد من اللي تحت. صحيح. يعني نفس اللي بقوله على المغرب، لا انت ضامن ان انت هتلاقي منتخب قوي للمغرب 20 26 باللعيبه اللي موجوده دي، 26 لعيب محترف بره بيلعبوا، على الاقل هتاخد منهم 10 15 عملت كمية. عملت فرقه، انما احنا او قوام فرقه اساسي بالظبط. احنا لو اللعيبه دي رجعت وما لعبتش، وانا اتوقع ان هم مش هيشاركوا بشكل كبير، لان ما كانوش بيشاركوا مع انديتهم، فهتلاقي المنتخب هيبقى في. لكن عموما الف مبروك لمنتخبنا الوطني الاولمبي، هذا الوصول او تحقيق الهدف الثاني زي ما كابتن خالد بيقول، وهو الوصول الى الاولمبياد، وان شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في المباراه النهائيه اللي هتبقى يوم 8 كمان 3 ايام ان شاء الله، في تمام الساعه 9 بتوقيت المغرب والساعه 11 بتوقيت القاهره. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن النادي، انتصارات التاريخية للنادي الأهلي في كلاسيكو النادي الإسماعيلي، ونرجع بقى نتكلم مع كابتن خالد جدلة عن هذه المباراة الهامة جدا. أهلا وسهلا بحضراتكم كابتن خالد. مثل هذه المباريات التاريخية أهلي وإسماعيلي، معرفش، أنا هقول لحضرتك وجهة نظري وأسمع طبعا وجهة نظرك. الأهلي والإسماعيلي مباراة، يعني ما حدش يقول أصل الإسماعيلي بينزل والأهلي هو أول الدوري والكلام، وجهة نظري، فما رأيك في هذا الأمر؟ لا، هي فعلا مباراة كلاسيكو، لأن النادي الإسماعيلي بتاريخه فرقة من الفرق الكبيرة، تاريخ كبير، ودايما في المباريات اللي ما بين الأندية اللي ليها تاريخ واللي كسبت بطولات قبل كده، ملهاش دعوة بالحاضر أو المستوى الفني اللي دلوقتي الحالي بالظبط. فهي طبعا مباراة صعبة، ولكن النادي الإسماعيلي أنا يعني مشفق عليه جدا. أنا أتمنى لهم إن هم من بعد الماتش بتاع بكرة إن هم يقدروا إن هم يستمروا في الدوري الممتاز. بعد ماتش بكرة عنده ماتشين، لا يعني بعد ماتشين نكسب إحنا بكرة، ما هو ما إن شاء الله، وهم لكن بقى بعد كده ربنا، بعد كده داخلية واتحاد، ماتشين في منتهى الصعوبة. والصعوبة عشان الأداء الفني بتاع لعيبة النادي الإسماعيلي مش على المستوى المطلوب واللي هو يضاهي اسم النادي الإسماعيلي وجماهير النادي الإسماعيلي حقيقي. لكن في النهاية
بنجد فريق مختلف دايما امام النادي الاهلي الاسماعيلي. طبعا الدوافع، انت بتلعب ماتش الموسم، ماتش النادي الاهلي ده ماتش الموسم. اي فرقه بتلعب قدام الاهلي هو ده ماتش الموسم بالنسبه لها، عايزه كل لعيب عايز يبين امكانياته، كل مدير فني عايز يبين ان هو يعني بيدير الماتش بشكل كويس، الجماهير عايزين يعملوا نتيجه كويسه. ولكن بالنسبه لماتش بكره على الورق طبعا مفيش مقارنه، النادي الاهلي طبعا كفته ارجح بشكل كبير جدا، وانا شايف ان لو لاعبتنا عملت اللي عليها داخل الملعب مش هيكون عندنا مشكله، بالعكس احنا ممكن نكسب باكتر من هدف. بس لاعبتنا تنسى الماتش اللي فات، وانا عايز اقول لهم حاجه، الماتش اللي فات ما حصلش ولا هي كبوه ولا هي عادي، مباراه عاديه جدا بتلعب مع ثالث دوري فرقه فيوتشر. احنا كان ممكن خلي بالك الماتش ده نكسب 4-5. ايوه ده اللي بنقوله، الماتش كان مفتوح، فرقه فيوتشر مساحات كبيره جدا ما بين خطوطها، فرص ضيعنا فرص، وصلنا للمرمى كتير. انما احنا عايزين نوصل للعيبه، احنا لعبتنا على مدار السنه مفيش كل ماتشات فوز، كل البطولات واخدينها، لما يجي ماتش في تعادل ده يعني ده عادي، واحنا فارقين بفرق قد ايه؟ وأداءك كان جيد، هو يمكن أداءك هايل، أداءك وان سايد جيم، انت في حته وفيوتشر في حته بعيده، فاحنا مش عايزين نقصوا على اللعيبه بالعكس. وانا شايف ان ماتش فيوتشر باذن الله، ماتش بكره ده نتائجه هتبقى بسبب ماتش فيوتشر وبسبب شويه العتاب من جمهور النادي الاهلي للعيبه على التعادل. وبعدين هو النادي الاهلي يعني ده نصيبه، ده الطبيعي، ان هو بخته ان هو لازم يكسب على طول ولازم يكسب كل البطولات، ده على مدار التاريخ وعلى مدار الاجيال. ولكن لاعبتنا وصلوا لقمة الأداء الفني، الجهاز الفني وصل لقمة الأداء الفني من ناحية إدارة المباريات، احنا مش عايزين نبخس حقهم، بالعكس قدموا لنا وفرحونا وقدموا لنا حاجات كويسة جدا. لو التعادل الماتش اللي فات ده أمر طبيعي، وبإذن الله بمكسب بكرة يقدروا، ومكسب الماتشات اللي جاية يقدروا ينسوا الجماهير هذا التعادل. يعني مواجهة حمزة الجمل مع مارسيل كولر شفتها ازاي او هتشوفها يعني ازاي؟ لا حمزه صعبان عليا يعني بالنسبه لحمزه، ظروف الظروف اللي هو موجود فيها والضغوط ودايما اي مدير فني لما تكون قماشه اللعيبه اللي معاه كابتن اسلام نقدر نقول مش كويسه قوي، الكواليتي مش كويس قوي، هو بيبقى حرام في بيفكر كتير جدا وبيبقى مزنوق. القماشه بتحل لك حاجات كتيره جدا، القماشه بتاعه اللعيبه، الكواليتي بتاعه يعني. اللعيبه من قبل كده، ما هو النادي الاسماعيلي 4 أجهزة اتغيروا، مين اللي اختار اللعيبه ومين اللي جاب اللعيبه يعني قصه. أيوة خلينا في الفني احسن، في الفني بالظبط. ولكن لا حمزه الجمل مأموريته صعبه جدا، الله يكون في عونه، على عكس مستر كولر، مستر كولر الامور وصل لقمه الاداء الفني، قمته في اداره المباريات، قمته في تحليل امكانيات اللعيبه وتحفيزهم لواجبات مراكزهم، فالفرقه معروفه والفرقه اتحفظت والاداء ماشي بشكل كويس جدا. فزي ما بقول لك احنا لعبتنا بكره نزلت الملعب وعملت اللي عليها، لا هنكسب اكتر من هدف باذن الله. يعني الاوراق الرابحه او نقاط القوه اللي موجوده في كلا الفريقين، احنا عندنا بالنسبه لراس الحربه والثلاثه اللي تحتيه، يعني دول الرباعي اللي بيلعبوا او الثلاثه المهاجمين عموما، الثلاثه المهاجمين بيبقى ليهم دور كبير جدا في فعاليه هجوم النادي الاهلي، بيتميزوا بالسرعه بالمراوغه، واحد ضد واحد بيفوتوا بكور عرضيه بتسجيل الاهداف، عندهم كل المقومات اللي تخليهم يادوا بشكل كويس، زائد الثلاثه بتوع نص الملعب بتوعنا. يعني الثلاثه نص الملعب بتاعنا بسم الله ما شاء الله الفتره اللي فاتت، سواء كان حتى حمدي فتحي في عدم وجوده، برضو عندك ديانجو وعندك مروان عطيه، ولو عمرو السوليه باذن الله ربنا يشفيه ويرجع، فانت ما عندكش مشكله، عندك وفره من اللعيبه باذن الله كلها اوراق رابحه بالنسبه لك. علي معلول في الدور الهجومي بتاعه ورقه رابحه، محمد هاني لما بيقوم برضو بالدور الهجومي بتاعه ورقه رابحه، فانت عندك كل المفاتيح اللي تطمنك، انما نعمل اللي علينا من جهد، من بذل الجهد جوه الملعب من اول دقيقه، من استغلال الفرص اللي حجلنا، لان انت كل ما هتحرز هدف بدري هتفتح الماتش، والماتش هيبقى سهل جدا بالنسبه لنا. ولكن لو الوقت عدى واحنا ما بنجيبش جوان، دوافع النادي الاسماعيلي هتزيد شويه، لان هو النادي الاسماعيلي بكره هيلعب جيم دفاعي بنسبه 80%، ازاي يامن وازاي يلعب. اهم اوراق النادي الاسماعيلي ايه يا كابتن من وجهه نظرك، او قوه النادي الاسماعيلي فين؟ والله يعني للاسف ما عندهمش، يعني ما عندهمش حد تقدر تقول عليه، يمكن محمد مدبولي، الشامي يمكن
في الماتشين اللي فاتوا يعني بيجيب، بس برضه مش يعني امام قدام ديفنس النادي الاهلي لا، الامور هتبقى صعبه جدا. ما عندهمش حلول، يعني ما عندهمش حلول، ما عندهمش لعيبه عندها من الحلول الفرديه اللي تريح اي جمهورهم او تريح مديرهم الفني. ما فيش يعني الامكانيات نقدر نقول متوسطه او اقل من المتوسطه كمان. يعني فهم ما عندهمش سبيل بكره غير النادي الاسماعيلي ان هو يلعب زون نص ملعب من بدايه، يحاول ان هو يعطل النادي الاهلي ان هو يحرز هدف فيه. لا يا كابتن، انا شخصيا مقلق من يعني او مش عارف ليه، انا شايف ان ماتش بكره صعب جدا وجهه نظري، لانه انا لعبت ضد النادي الاهلي. بس الاسماعيلي كان ايه؟ يعني لا لكن مش يعني يعني أنا تعديهاش كده. أنا لعبت ضد النادي الاهلي. ايوه الفرقه كانت مين؟ كان مين معاك؟ لكن انا اقصد انه يعني في الاخر الاسماعيلي مهما كان باسم الكبير وهذا يعني الاسم الكبير والجماهير الكبيره جدا في النادي الاسماعيلي، اعتقد بيبقى لها تاثير ايجابي على اللعيبه دي في ماتش زي ده. هيكون ليها مهما كان اللعيب، انا بشوف ان اللعيب ده لو متوسط مع الدفع الجماهيري ومع الضغط الجماهيري وقدام النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت، لا هيبقى مختلفين تماما وجهه نظري. هم هيبقوا مختلفين طول ما النتيجه 0-0. اوكي. بمجرد طيب بتطالب النادي الاهلي بان هو ان شاء الله ربنا يكرم وجون بدري. على طول هيفتح الماتش والماتش هيتغير خالص. أوكي. لان النادي الاسماعيلي مش هيكون ليه اي حل قدامه غير ان هو يهاجم. أوكي. هيهاجم، هيبقى في مساحات، هتفتح مساحات، هتقدر ان انت هتبقى في تستغلها. فالامور انما طول ما النتيجه 0-0 لا، النادي الاسماعيلي هيكون عنده دوافع. الاهلي عنده غيابات كثيره جدا، من وجهه نظرك كيفيه التغلب على هذه الغيابات ده اولا، ثانيا من وجهه نظرك ايضا طريقه اللعب، يعني هو دايما من بعد مباراه سان داونز لغايه دلوقتي بيلعب 4-3، ممكن بعد كده يغير الثلاثه اللي هم في نص الملعب ويبقى 2 أو 1 كمان المباراه اللي فاتت، لكن في الاول دايما بيبدا بكده، هل يلعب كده ولا 4-2 يبدا من الاول، 4-2-3-1؟ لا هو مش هيغير، هيلعب 4-3-3، ولكن قلت لي قبل كده لو فاكر في ماتش ان هو مش هيغير تونس او بالظبط تونس بالظبط ولعب بنفس اللعب بنفس الشكل. هو مش هيغير الطريقه، هو ممكن يغير الطريقه من خلال سير المباراه حسب مجريات النتيجه وحسب مجريات اللعب، يعني ممكن يغيرها ل 4-2-3-1 لو هو مثلا عايز يعني زود نواحي هجوميه شويه عشان ما جبناش جوان من نفس اللعيبه، من نفس اللعيبه او من خلال التغييرات. يعني ممكن بقى يغير، لكن بتكلم عن بدايه المباراه. لا هيلعب 4-3-3. هو مش هيغير الاجانب كله على طول، هم كلهم كده. هو بيكسب بطريقه معينه هيفضل بيها، بيكسب بلعيبه معينه وتشكيل معين هيفضل بيه، يعني هو مش برضو الروتيشن بيعمله في اضيق الحدود. ولكن انا شايف ان بدءا طالما لسه مسابقه الدوري بطوله الدوري ما اتحسمت لناش، صحيح، لا يبقى لازم نلعب بالفول تيم، لازم نلعب باقصى جهد من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. الشكل الفني هل سيتاثر بالغيابات الكثيره سواء في الاهلي او في الاسماعيلي؟ لا بالنسبه للنادي الاهلي لا، لان انت عندك مفاتيح لعب كتيره، يعني ما بتفرقش. حتى لما مستر كولر بيعمل الروتيشن بيشيل 3 لعيبه بيريحهم وبيلاعب 3 غيرهم، ما بتحسش ان في فرق، لان الفوارق الفنيه ما بين اللعيبه ما بقتش بشكل كبير. حاجات بسيطه جدا. وكل انت النادي الاهلي قايمه فيها 30 لعيب كلهم على مستوى عالي جدا، فانا شايف ان مش هتفرق مع النادي الاهلي. ولكن مع النادي الاسماعيلي هو بيلعب ب 14 لعيب 13 لعيب، يعني يعني الامور صعبه جدا على نادي الاسماعيلي. يعني حراسه المرمى في مثل هذه المباريات سواء هنا او هنا بيبقى ليها دور كبير. طبعا. هو الماتشات اللي فاتت بالنسبه للاسماعيلي احمد علي منعم هو اللي بيلعب، وطبعا محمد الشناوي عندنا في النادي الاهلي. لا حاجه بسم الله ما شاء الله، صمام امان وبيدي تقل ووزن كبير جدا للفرقه. وبرضو على الصعيد الثاني اي جون بيلعب قدام النادي الاهلي ما عايز ديفنس كويس قدامه، وعايز نص ملعب بيدافع طبعاً بشكل كويس عشان هو يعني يبقى حتى مطمن ما يتعرضش لضغوط يعني. طيب تحكيميا بقى، ان انت تسند هذه المباراه للكابتن احمد الغندور وطاقمه يعني اللي هيعاونه، ايه رايك؟ يعني ما مش عايز اعلق. ما طبعا يعني هو لا هو في شويه ملاحظات، ولكن التحكيم عموما يا كابتن، التحكيم عموما بالظبط. يعني بريرا مش عارف الواحد يقولها ازاي عشان يبقى يعني ما اعرفش، هل اضاف حضرتك من وجهه نظرك شايف ان هو اضاف جديد؟ من وجهه نظري ما اضافش جديد.
وعشان تعرف ان هو ما اضافش جديد او احنا ما تقدمناش في، طبعا كل الحكام حبايبنا وزمايلنا ملهاش علاقه، ولكن الاداء مش على المستوى بتاع التحكيم في اي دوله بره. يعني لما كنت بتفرج مثلا على الدوري السعودي، لا انت وانت قاعد تقول فاول تلاقيها فاول، الفار تقول دي اوف سايد تلاقي الفار اوف سايد، هنا تلاقي حاجات غريبه وحاجات بالعكس، والنقط وحاجات وحاجات خطوط بالطول وخطوط بالعرض وما تفهمش ده ايه. طب بمناسبه الخطوط دي، هو انا مش ممكن اخد يعني برضو ده حديث بيني وبينك وبعدين اتفضل. انت فكرتني بحاجه، مش عارف ماتش ايه اللي في ماتش فيوتشر، يعني احد الحكام في الاستوديو التحليلي قال لك الجون بتاع فيوتشر ولا بتاع فيوتشر اوف سايد، وحكم تاني خبير برضو تحكيمي في احد المباراه قال لك لا جون. أوكي. جون علي معلول، حد قال جون وحد قال اوف سايد وحد على قال حسب الخطوط. ازاي ما هو ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده بيبوظ الدنيا، خلي بالك، لان المشاهد اللي بيتفرج لما يلاقي حكم يقول لك ده جون وبعدين يلاقي قناه تانية حكم تاني يقول لك ده مش جون، لا يعني الدنيا. طب امال الحكم اللي في الملعب هيعمل ايه؟ الله يكون في عونه. لكن برضو يا كابتن عايز اخد حضرتك لسؤال جه في دماغي دلوقتي. طب هو ليه ما ناخدش الخطوط على خطوط ال 18، على خط ال 18 مثلا، على خط الاوفسايد اخر؟ لا يعني خط ال 18 عامل كده اوكي، فانا اخد الخط زيه بالظبط. بالظبط ايوه، فاهم قصدي؟ ما يبقاش الخط مثلا ايه عامل كده، لان هو احنا بنلاقي هو ده اللي بيخليك تبقى شايف ان الخطوط غلط. لكننا في حصه هندسه، انا في حصه هندسه يعني انا عايز اجيب البرد ده، الخط عامل كده الناحيه الثانيه. طب يا جماعه ما الخط قدامكم اهو، مش هتشوف الحاجات دي غير في الدوري بتاعنا يا كابتن اسلام. الدنيا سهله جدا، ولكن واضح ان يعني في حاجه مش مظبوطه، العمليه صعبه جدا. احنا واضح ان يعني هو الفار بتاعنا مختلف ولا انا ما بعرفش؟ مش عارف، لا هي طريقه التعامل معاه وطريقه ان تدريب الحكام على الفار ما خدوش الوقت المظبوط ان هم يتمرنوا صح على موضوع مش ده كله في العالم يا كابتن، ولا انا فاهم النقط وبيحطوا بس ناس مدربه بتعرف تحط الخط، انت هنا ما بتعرفش تحط، اللي قاعد في العربيه بتاعه الفار محتاجين بيحطوا الخطوط غلط، هم محتاجين وقت. شويه تمرين عشان حتى ما يتظلموش، يعني اديهم وقتهم في التمرين عشان تقدر تحكم. وشويه اهو بنستخدم الفار، المفروض يعني. بقى المسؤول عن لجنه الحكام يزود في النقط دي ويدرب الحكام اكتر ويعمل لهم محاضرات اكتر وحالات تحكيميه يشوفوها ويبتدوا يحللوها، يعني محتاجين شغل مش بالاسبوع وبالشهر، لا ده كل يوم احنا حكامنا محتاجه شغل وتدريب كل يوم عشان ما نظلمهمش في تقييمهم يعني. فحضرتك يعني شايف ان طاقم التحكيم، خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل بكره، احنا يعني ربنا يسهل احنا الدنيا تمشي. شفت مباراه النهارده الاهلي سوري الزمالك والمقاولين، نتيجه كبيره جدا 6-1 في حتى لو في كاس مصر يعني، لكن نتيجه كبيره جدا ان الزمالك طبعا الزمالك فريق كبير، لكن انا اقصد ان برضو المقاولين فريق كبير ما لا يستحق ان هو يعني، ما سمعناش ان السنه دي المقاولين اتغلب اكتر من 2. بالظبط، نتيجه كبيره طبعا، وواضح ان في حاجه مش مظبوطه في العلاقه ما بين شوقي واللعيبه، يعني حسيت ان اللعيبه عايزين يمشوا شوقي بعد الماتش، يعني ما فيش تركيز جوه الملعب، اللعيبه واقفه سرحانه، مفيش مجهود، مش فارق معاهم، بيجي فيهم جون في الثاني في الثالث في الرابع لغايه السادس برضه هم عادي، مفيش ولا رتم عالي ولا تمركز مظبوط. فاداره شوقي طبعا المباراه من الاول يمكن التحضير النفسي بالنسبه للمباراه كان مش مظبوط، بدايه المباراه ما كانتش مظبوطه لان اخطاء كتيره جدا، اكن فرقه المقاولين اكنهم اول مره يلعبوا يعني. حضرتك اتفرجت على المباراه؟ اتفرجت شويه وعشان في الطريق في الطريق. عشان كده بسال حضرتك، ولكن شفت الاجوان شفت الاجوان، لا حاجه صعبه جدا يعني. واضح ان فرقه المقاولين لا ما يعني ما تعدتش نفسيا ولا فنيا ولا خططيا يعني، ولا شاطر حاجة. جدا في الحاجات دي كابتن، غريب المفروض طبعا المفروض لكن يعني مباراة غريبة جدا. طيب بالنسبة للدوري يا كابتن بشكل عام، المنافسة في الهبوط حضرتك شايفها ازاي؟ لانه يعني 8 فرق، انا بصراحة 32 4 فرقتين 35 في 35 بنك الاهلي الداخليه هيلعب الاسماعيلي، يعني بعد ماتش الاهلي الداخليه هيلعب الاسماعيلي، مباريات صعبه جدا. شايف مين الاقرب من وجهه نظرك؟ الاقرب من وجهه نظري الحرس خلاص، الحرس خلاص، هو في فرقتين يعني عندك محل. يعني انا عشان اقول الاقرب لازم اعرف، لا يعني مثلا البنك الاهلي انا عارف ان اللي عندهم الماتشين اللي جايين محله في محله
ماتش صعب جدا لان المحله محتاجه الماتش، والماتش اللي بعديه فيوتشر صعب جدا لان برضه فيوتشر عايز يكمل يلعب ثالث بالظبط كده. فيوتشر فقد لا ثالث او رابع هيلعب كونفدراليه بالظبط، فهو عايز يكسب برضه يعني فيوتشر ماتش يهمه، فهنا صعوبه على البنك الاهلي بشكل كبير جدا. يعني انا اقول لك لو البنك الاهلي خسر ماتش المحله انا اقول لك 70% هيبقى من ضمن الهابطين. ياه طبعا البنك الاهلي هو ال 35 بونت ما هو ال 34 هيبقى 37 وال 33 هيبقى 36 ال 34 مثلا الداخليه 34 شوفوا لي يا شباب الحاجات دي لو سمحتوا. الاسماعيلي 34 وسيراميكا كليوباترا 34 متهيألي سيراميكا والاسماعيلي سيراميكا والاسماعيلي 34 هيكسبوا ماتش هيبقوا 37 37 هيبقى لسه لازم 38 ماشي هو على حسب في ماتش خلي بالك في الاخر بالظبط يعني الاسماعيلي عنده الداخليه والاتحاد كويس لو كسب ماتش من الاثنين هيقعد وهو عنده 34 لا ليه ما ممكن لأن اللي عنده في فرق تانية مش هتوصل لل 38 خالص ال 32 ده فاضل ماتش لا ما هي 38 دي معناها ان انت قعدت رسمي خلاص بس 37 دي هستنى لغايه هتستنى نتائج فرق تانية نتائج فرق تانية للماتش الاخراني فاحنا الدوري بتاعنا من عجائب الدوري بتاعنا ان المنافسه فيه على الهبوط يعني انت تستمتع جدا لما مش على يعني احنا المفروض الدنيا تتشقلب يبقى مثلا في الناس بتشوف ست فرق بتنافس على المركز الاول على البطوله يعني في منافسه لا النادي الاهلي بينه وبين اي فريق في مصر خطوات بعيده جدا كفنيات يعني انت بتشوف دلوقتي الصراع على الهبوط بقى حاجه لذيذه حلوه بصراحه ماتشات صعبه بيني وبينك ماتش يعني تخيل حضرتك ان العاشر سموحه 36 نقطه مهدد بالهبوط ممكن ينزل بعدها البنك الاهلي 35 سيراميكا 34 اسماعيلي 34 مين 33 اسوان 33 المحله 32 والجيش 32 والداخليه 32 اهو مش كده؟ اهو اهي الداخليه ايه الداخليه يا كابتن ال 16 او ال 15 انا اسف الداخليه ال 15 عنده ال 16 عنده 32 نقطة طيب يا يعني بص يا كابتن كل ده لغاية الدوري كله مهدد بالهبوط من عجائب الدنيا بص الجدول لا من عجائب الدنيا يعني من أول فاركو تقريبا فاركو 41 بعيد عدى 36 ده سموح يعني تاسع التاسع 11 12 13 14 15 16 17 18 تسع فرق بيصاروا على الهبوط نص طبعاً. الدوري نص فرق الدوري يعني سموحة بنسبة كبيرة خلاص يعني عايز نقطة أو نقطتين البنك الأهلي 35 نقطة سيراميكا كليوباترا 34 إسماعيلي 34 طلائع الجيش 33 أسوان 33 داخلية 32 غزل المحلة 32 أنت عارف يا كابتن إسلام أسوان وغزل المحلة من 10 أسابيع كانوا 32 نقطة من 10 اسابيع يعني اسوان وغزل المحله انا فاكر لان هما كانوا وصلوا لمرحله كويسه جدا في المربع الذهبي فضلوا واقفين مكانهم لغايه ما بقوا مهددين بالهبوط اسوان وغزل المحله لا هي ماتش الاسماعيلي يا شباب ممكن تشوفوا لنا ماتشات الاسماعيلي مين والطلائع مين واسوان مين والداخليه مين لانه اللي انا عارفه ان الداخليه هيلاعب الاسماعيلي ماتش والماتش الثاني اسماعيلي والاتحاد اسماعيلي والاتحاد كويس اسوان عنده ماتش طلائع اوف في القاهره وبعدين برضو والماتش الثاني والاخير الداخليه يا خبر الداخليه في اسوان على ما اتذكر تيالي ماتشين صعبين جدا مش عارف شباب شوفوا لي الحاجات دي وابعتوها لي ماتشين صعبين لو كده بالنسبه لاسوان لان فرقتين برضو بيصروا على الهبوط يا كابتن بس هي الماتشات دي هي اللي تقعدك او لا بس بقى للاسف قبل الماتش بنقعد نقول دي ماتشات جامده وبتاع يعني من الاسبوع اللي فات ده الماتشات دي برضو كان الاسماعيلي مش فاكر كان بيلعب مين متعادل كان بيلعب اسوان في اسماعيليه قلنا ماتش انا من قبليها بقى الناس كلها بتقول ده ماتش جامد اتفرج على الماتش مفيش كور ماتش وحش قوي يعني لازم فرقتين ينزلوا لو حق ربنا يعني لو مفيش تعاطف على الاداء الفني اللي انت بتشوفه لا ده ايه ده لا مش وحش معلش بيبقى ضغط هي بتبقى بس ايه القصه دلوقتي عشان في صراع ولكن بتتفرج على الماتشات برضو هتلاقيها مش كويس فنيا يعني وده بيجي بالسلب على مستوى الدوري في الاخر وعلى مستوى المنتخب في الاخر ما هو انت 18 فريق لما تلاقي نص تبدا يعني تسعه
يعني الدوري ده لو بقى 14 فريق بس يبقى يعني طب انت هتعملها ازاي؟ ما هو التسعه دول بيصارعوا على الهبوط، ما فيش لعيب فيهم في منتخب مصر. ما هو اساس الدوري ايه؟ اساسا كبطوله ان تفضل تنافس عليها ويبقى فيها الفرق كلها بتتنافس. صحيح. وبدا يعم من خلال لقاءات قويه بيعم على المنتخب القومي ان انت بتاخد يعني لو خدت 30 لعيب لمنتخب مصر بتاخد حتى لعيب من المحله، لعيب من هنا، لعيب من هنا، غير بقى الاهلي والزمالك الاعداد اللي بتتاخد. انما ما بتاخدش حاجه من الانديه دي وبتصارع على الهبوط وبتصرف فلوس قد كده. طب يعني معادله غريبه جدا. يعني انا نفسي لو ميزانيات الفرق اللي بتصارع على الهبوط دي تتعلن. مش ميزانيات كبيره اعتقد برضه بس على مش مش فلوس. مش هتبقى كابتن اسلام ان هو يصارع على الهبوط. انا الغريب بالنسبه لي بنك الاهلي. يعني البنك الاهلي صارف كام البنك الاهلي؟ لا صارف كتير قوي تقريبا. لا ما اعرفش يعدي ال 200 مليون جنيه في صفقات. لا مجموعه لعيبه عنده. لا كويس. اسماء اللعيبه اللي عنده كمان بيصارع على الهبوط. كويس جدا. مش عارف يكسب. امبارح مع بيراميدز الفرق الجاب الفني بعيد جدا فنيا ما بين بيراميدز وما بين اللعيبه هنا واللعيبه هنا. طبعا بعيد جدا. وبيراميدز برضه لما تيجي تقارنه مثلا بالنادي الاهلي لا برضه هيبقى بعيد. يعني انا هاخد حضرتك بقى للمربع اللي فوق يعني اهلي بيراميدز فيوتشر زمالك. ايوه. لا النادي الاهلي في حته ثانيه يا كابتن اسلام. أوكي. بدون تحيز. ومش عشان انا اهلاوي او احنا في قناه الاهلي. فنيا بالميزان الفني لا النادي الاهلي في حته والناس كلها في حته ثانيه بعيده يعني. ولكن بيراميدز اهو بيحاول. ولكن ان هو يكسب بطولة فشل في خلال السنوات اللي فاتت دي. ليه؟ لان عنده اهم عامل هو بيفتقره اللي هو الجمهور. فبيجي في البطولات على طول. أوكي. هو في الماتشات اللي هي زي مثلا بتقول فنيا بيبقى افضل. مش افضل بيبقى عنده هم كويسين طبعا. مش افضل لا يعني لما بيراميدز بيلعب النادي الاهلي لا فنيا مش هو مش افضل. الاهلي بكام بقيه الماتشات ماشي. لا بقيه الماتشات هو بيبقى افضل. وعامل الجمهور ما بيبانش يعني لما بيراميدز بيلعب سموحه عامل الجمهور ان هو بيفتقر الجمهور دي ما بتبانش. انما هو بيبان امتى؟ لما بيلعب اهلي زمالك بيلعب زمالك بيبان. بيلعب على بطوله بقى لا بيبان هنا. الدوافع ما بتبقاش كبيره. او اللعيبه ما بتحسش ان هي ليها ظهر. ما هو اللعيب وهو جوه الملعب صحيح. الجمهور بيشجعه ده الظهر بتاعه. صح. ما فيش جمهور يبقى انا ماليش ظهر. شكرا. بالظبط كده. فالجاب الفني النادي الاهلي في حته بقيت الأندية في مصر في حتة بعيدة شوية بتختلف بقى المسافات. ولكن نص فرق الدوري بتصارع على الهبوط وده مؤشر مش كويس. فيوتشر برضو يا كابتن والزمالك والاتحاد ومصري شايف مستواهم ازاي برضو؟ مستواهم كويس. ولكن أنا دايما الفرق لما بتلعب مع بعض يا كابتن إسلام فيوتشر بعيد عن مباراة النادي الأهلي. يعني فيوتشر أنا الماتش اللي فات انا لو من علي ماهر مش هلعب زي ما لعب قدام النادي الاهلي. ما لعبش جيم مفتوح. لا على مستوى الدوري مع الفرق الثانيه العب كده. ممكن اكسب ممكن اخسر. لان انا بشبه الماتشات الفرق دي مع بعض من خلال الدوري زي التقسيمات. معلش يمكن انا كلامي يعني جامد شوية. بس هي دي حقيقه. اللي بيهاجم بيقف واللي بيدافع بيقف. يعني الدنيا غير امام النادي الاهلي. ففيوتشر مثلا زي لما لعب قدام النادي الاهلي الماتش اللي فات ما ينفعش يلعب بهذا الاسلوب بالمساحات الواسعه دي بفتح كده الملعب. النادي الاهلي راح كتير. راح كتير. بس في النهايه المباراه عادل يعني تعادل عشان ما فيش توفيق. اوكي. بس انما أوكي. لو كان في توفيق لا كان الماتش يخلص 4-5 وكان هيبان الديفوات اللي انا بتكلم عليها دي. أوكي. كفرقه فيوتشر. ولكن على المستوى الفرقه الثانيه لا عنده لعيبه عندها حلول وعندها مهاره ممكن تكسبه. المصري والاتحاد بما انهم برضو فرق شعبيه. الاتحاد عنده فرقه كويسه. عنده فرقه كويسه. ما مشكلته ايه الاتحاد برضو الفتره الاخيره؟ بالفتره الاخيره من اول ما الحاج محمد مصالحي قال هسيب النادي ومشي وبتاع. واكيد هتلاقي الامور الماليه مش ماشيه بشكل منتظم. أوكي. اكيد. لان دايما صراحه يعني هو اللي بيبقى في ايديه كل حاجه الحاج محمد الحقيقه. يعني هو اللي بيعمل كل حاجه. لان هم عندهم قماشه من اللعيبه كويسه تقدر اي مدير فني يقدر يبني عليها بشكل الله. كويس جدا جدا جدا. بس تكون الفلوس حاضره واللعيبه بتاخد مستحقاتها وبيكسبوا ماتش المكافاه بتتصرف. يعني لو الامور دي لان مش ناقصهم حاجه. فاركو يا كابتن على الجانب الاخر مادي مع كابتن طارق اعتقد بشكل جيد جدا طارق العشري. بعدين فجاه لقينا كابتن طارق بيعتذر وبيجيبوا مدير فني برتغالي. هو طارق اللي اعتذر ولا هم وجهوا له الشكر؟
هم اصل طارق اعتذر في جمهور وسط، الشكل، وهو حتى نفسه ما كانش مبسوط بكده تهيألي يعني. انا قريت اخبار كده واخبار كده. بالظبط، وانا نفس الكلام. هو ما تعرفش الداخليات ايه، لان انا هقول لك حاجه كابتن اتفضل. اسلام، اسامي المديرين الفنيين قبل ما النادي بيجيبه هو بيبقى بالنسبه له اسم، طبعا معرفوه باسم ومن خلال شغله اللي اشتغله قبل كده. لما المدير الفني بقى بيجي النادي، بينزل الملعب، بينزل التمرين، الناس بتتفرج، تشوفه بيتكلم، فهنا من هنا بيحصل التقييم. فممكن هنا يحصل ايه، يبقى انا جايب مدرب نتائجه قبل كده كانت كويسه وبتاع، وبعدين من خلال سكرتار شغله. العش اسم كبير لا يعني، انا ما انت بتكلمش على بتتكلم بشكل طارق، عام يعني، بشكل عام مش على طارق. حتى مع فاركو هو عامل نتائج جيده جدا. بص انا اشتغلت في الخليج 10 سنين، المدرب كان بيروح وانت يقيموه من خلال شغل التمرين. تمرين يعني بيروحوا ممكن. التمرين، بيروحوا التمرين يتفرجوا ويشوفوه بيتكلم ازاي، والوحده التدريبيه عامله ازاي، النتائج بتبقى عامله ازاي. في مدربين كانوا بيمشوها من قبل ما يلعب ماتشات، يقول لك ده بيمرن ازاي، ما هو يعني انت فاهمني. فهو معايير التقييم، لان طارق عشان يمشي ويسيب فاركو مكان كويس في نص الجدول، مطمنين، عقده معاهم سنه ونص، المفروض السنه الجايه بقى هيبتدي يبني الفرقه بالظبط ويمشي لعيبه ويجيب لعيبه، يعني مرحله اللي هي بقى ايه شغله هيبان السنه الجايه بالظبط، وبعدين يمشي. طب ما دي غريبه قوي يعني، غريبة جدا. هو نفسه يعني سواء منه او حتى من النادي، لو حتى هو لو قرار هو اللي خده طارق، لا يبقى انا مش برضه عارف الحقيقه، انا ما اتكلمتش معاه، لكن يعني ما اعرفش الحقيقه، فجاه فوجئت بالقرار ده، بالظبط. على الرغم من ان انا كنت شايف ان هم ماشيين مع بعض كويس. بعد ماتش انبي، ايوه بس ما هو بشكل بعد عام ما هو هنا المعيار ايه، المسؤولين في فاركو او رئيس فاركو انا ما اعرفش مين يعني، بس معيار التقييم هنا ايه، يقول لك انا فاركو بلاعب انبي، لا انا اكسب انبي. ده هو ده فكر. لما يجي يخسر يبقى في حاجه غلط، يبقى المدير الفني وحش، مشي المدير الفني. فهو من بعد ماتش انبي ليه؟ لان لما تحط فاركو وانبي الناديين تقريبا زي بعض، ويمكن انبي كان ماشي بخطى مش لا كويسه انا بالنسبه جدا، لي ام بي يعني، لانه مشي كويس، لا طبعا ام بي مع مشي تامر كويس هايل، مع مع تامر تامر. مصطفى، لكن انا اقصد ان ام بي كمان اقدم بكتير من فاركو في الدوري الممتاز اقدم، ولكن دايما بيقولوا فنان. حاله الفرقه دلوقتي ايه، مين اوكي اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، مش بالتاريخ يعني. النهارده انا هقول لك حاجه، النهارده في حاجه ضحكتني جدا، مش ضحكتني يعني، محمد طويل ده يعني راجل محترم جدا وحبيبي، رئيس هو نادي رئيس نادي النجوم، هو قاعد النجوم. مدير فني النهارده، ما هو شاف والله فرقه النجوم عماله بتكسب الاسماعيلي وبتكسب بتاع، قال لك انا امسك بقى، انا اقعد اتكلم وانا امسك وادير كرئيس واعمل نادي ومدير فني اه قاعد النهارده بيكاتشن وهو قاعد على الدكه، فجميل جدا، لذيذ جدا يعني. هو قال لك طب هو ايه يعني ايه المعضله في قصه التدريب وقصه الكاتشانه، ما اقعد انا، ما احنا كسبنا، ما هو النجوم دول في الممتاز به كسبوا الاسماعيلي وكسبوا فرقه وكسبوا تانية فرق تانية. مش عارف طلعوا مين، سموحه. سموح سموح صح. وعندهم لعيبه كويسين خلي بالك، يعني لعيبه بفلوس قليله، وهو شاطر جدا على فكره، انا بحييه، لان عنده 5 6 لعيبه في فرقه النجوم باقل فلوس واقل التكاليف، لا عملوا شكل وعملوا شكل كويس جدا. النهارده في ولد جايب جون عالمي، باك ليفت. الباك ليفت، من هو باك ليفت ولا هاف ليفت، او هو في هاب نص ليفت الملعب، يعني، حد شاط شوطه حلوه قوي. قنبله في المقص يعني، ودول بفلوس. فهو قليل شاطر، هو بيعرف، عنده عين كويسه وبيعرف يجيب شاطر لعيبه. كرئيس نادي. النهارده بيكاتش يعني، قال لك ليه بقى، ما يمكن نكسب انبي عشان انا اتصيت. زي العسل انا يعني، جميل جدا. يعني نتمنى ان الامور دي يعني مباراه كانت، هو ام بي كسب 3-1 على ما كسب اعتقد 3-1 صح، وبالتالي هو وصل للدور اللي بعد كده قبل النهائي. قبل هو النهائي على دلوقتي بيراميدز وامبي اللي وصلوا، والزمالك، بيراميدز وناقص انبي احنا الزمالك. بقى باذن الله يعني، الاهلي هيلعب ده هيلعب، احنا هنلعب مع منتخب السويس. خلصنا خلصنا السويس، هنلعب الداخليه ولا هنلعب مين، مش عارف، الكاس هنشوف، شوفوا لنا شباب هنلعب مين. طيب عموما يا كابتن، يعني في النهايه كده انت شايف الدوري بقى بشكل عام عامل ازاي؟ دوري لا الدوري محتاج شغل كتير. طبعا محتاج شغل كتير، واحنا هندفع ثمن ضعف مسابقة الدوري ده في السنين اللي جاية على مستوى منتخب مصر. عموما نتمنى يا رب كل يا التوفيق رب للمنتخب يا وللنادي رب، الاهلي خلال وللبلد وللنادي الاهلي طبعا. يا رب النادي ان شاء الاهلي الله. هو اللي يعني صانع السعادة، هو اللي حقيقي بيفرحنا في كل حاجة، حقيقي كل بطولة، كل الحمد لله ربنا يديمها عليها نعمة يعني.
يا رب دايما. يا بشكرك رب. جدا يا كابتن خالد على وجودك معانا. شكرا, شكرا, شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن خالد جدلة. صححنا التقرير, تعالوا نشوف تقرير صنع في الاهلي والكابتن ايهاب رجب نجم النادي الاهلي السابق لكره اليد. صححنا هذا التقرير, هنطلع نشوف هذا التقرير وبعد التقرير فاصل, وبعد الفاصل ايضا كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه البيت الكبير. احنا بدايتنا مع ميلادنا, يعني يمكن كنا بنتكلم انا وحضرتك وبنقول ان احنا كنا زمان في النادي الاهلي ده. يمكن انا ابتديت وكان ليا الحظ برضو ان انا كان والدي رحمه الله عليه احد العلامات البارزه في كره اليد المصريه, فكان من كبار مدربين كره اليد, فابتديت الهاندبول معاه بدري. فبالتالي انا موجود في النادي الاهلي مثلا وانا عندي حوالي 8 سنين او 10 سنين انا بلعب في النادي الاهلي. يمكن ما كانش في فرقه في المستويات دي زمان, المسابقات والمراحل السنيه اللي كانت بتتلعب ما كانش فيه المراحل الصغيره زي دلوقتي, لكن كانت البدايه مثلا فرقه 13 سنه, فدي كانت بدايه فرق الرسميه اللي ليها مسابقات رسميه داخل الاتحاد. فانا مبتدي من وانا عندي حوالي 8 سنين او 10 سنين بنلعب وتجهيز واعداد لحد ما بتيجي الفرقه اللي ليها مسابقه رسميه بنخش فيها, ودي كانت بدايتنا جوه النادي الاهلي. مرورا بقى بكل فرق الناشئين 13 سنه 15 سنه 17 سنه 19 سنه, مع طبعا كان في تصعيد زمان من الفرق الاقل للفرق الاكبر, يعني وانا في 15 بتصعد لفرقه 17, وانا في 17 بتصعد لفرقه 19 سنه, ومرورا لحد الدرجه الاولى. ويمكن في الدرجه الاولى انا ما كملتش في الدرجه الاولى كتير الفرستين في النادي الاهلي, ده نتيجه ان انا كنت طبعا كنت ضابط شرطه, فلما اتخرجت ما كانش في حته توفيق ما بين العمل وما بين الرياضه والتمرين ومواعيد التمارين والمباريات وكلام من ده, فبالتالي يمكن ده كان سبب من الاسباب ان انا بطلت بدري في المرحله دي. فدي البدايه بتاعتنا جوه بيتنا النادي الاهلي. طبعا المبادئ والثوابت والقيم اللي اتربينا عليها داخل النادي الاهلي دي اللي هتلاقي كل رياضيين النادي الاهلي, ومش عايز اقول رياضيين بس واقتصر على رياضيين, لا بالعكس كل الاعضاء كمان اعضاء النادي الاهلي اللي تربوا داخل النادي الاهلي عندهم القيم والمبادئ. اول حاجه ويعني دي اللي احنا بنطلع عليها من واحنا صغيرين الكبير, ان كل مجال, لو في مجال مثلا الرياضه زي الهاندبول تحديدا بحكم برنامجنا اللي احنا بنتكلم فيه, فالكبير الكبير واحترام الكبير دي اهم حاجه بنتعلمها داخل النادي الاهلي, صياع لكلامه ورؤيته الفنية اللي زي ما بقول لحضرتك غالبا وفي أوقات كتيرة بتبقى صائبة صائبة في مواقف كتير, وعلى مدار المواقف الكتيرة دي اتأكدنا من صدق رؤيته ونظرته الفنية اللي بيشوفها, واللي لما بنرجع له بتبقى صائبة في أغلب الأوقات. فطبعا أهم مبدأ بنتعلمه وهو احترام الكبير, احترام الكيان بتاعنا كيان النادي الأهلي ده, بنحاول إن احنا الكيان ده نمرة واحد. ويمكن هي المقولة اللي في ناس كتيرة من بره النادي الأهلي بتهاجم النادي الأهلي بسبب الكلمة دي أو الجملة دي اللي اتقالت, وهي إن الأهلي فوق الجميع. هو الأهلي مش فوق الجميع, مش فوق جميع الأندية المصرية والشعب المصري والناس اللي هم بره النادي الأهلي سواء كانوا أعضاء أو رياضيين أو لعيبة في فرقه, لا هو الأهلي فوق جميع أولاده وأبنائه. إن دائما وأبدا إحنا المركز الأول هو التارجت بتاعنا. الرياضة والمنافسة فيها المكسب وفيها الخسارة, فيها الفوز وفيها الهزيمة, لكن بالنسبة لكل أجيال النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي وفرق النادي الأهلي دايما بنلعب على المركز الأول. فالمركز الثاني بالنسبة لنا هو مش فوز مش مكسب, لأن أنت وصلت المركز الثاني ده بناء على إيه؟ بناء على أن أنت انهزمت في النهائي فحصلت على المركز الثاني.
بيك.